الائتلاف الوطني يبعث برسالة إلى 26 دولة إضافة إلى منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية، يتحدث فيها عن المجازر المرتكبة بحق المدنيين في إدلب وحما. خروج مظاهرات في مدن عزاز والباب وجرابلس تنديدا بالقصف الذي تتعرض له مناطق الشمال السوري. وكالة الأناضول نقلا عن مصادر لم تسمها تقول إن قائد فيلق القدس قاسم سليماني وصل إلى دير الزور للتجهيز لمعركة محتملة ضد الولايات المتحدة. وكالة تاسا الروسية تقول إنه من المتوقع أن تبرم موسكو وأنقرة اتفاقا لإطلاق منصتين إلكترونية تهدف لتسهيل وتحفيز التبادل التجاري بين البلدين. اللاعب الألباني مسعود أوزيل مهاجم نادي أرسنال الإنجليزي يتعرض لهجوم مسلح بالسكاكين في العاصمة البريطانية لندن دون أن يصاب بأي أذى. البيت الأبيض يقول إن ترامب أعرب عن رغبته في مساعدة رئيس الوزراء البريطاني الجديد على حل قضية حاملة النفط المحتجزة لدى إيران. متظاهرون في هونغ كونغ يتجمعون عند مطار المدينة لمطالبة الحكومة بإلغاء مشروع قانون ينص على تسليم المطلوبين إلى الصين.